بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفيديو مش مريكم يعني الكلاج او تعديل الحزام تاع شيفرلي اللي هي دوبل الرقم، يعني زوز الرقمات من فوق، موجود في الاوبترا، موجود في الافيو، موجود في عدة انواع، موجود في الاوبل، موجود في الدايو، المحرك هذا موجود في عدة انواع من السيارات. شو رايكم الكلاج نتاعو؟ الكلاج نتاعو كيفاش يصير؟ عندنا هنا زوز ركامات، عندنا زوز دوز ركام، يعني زوز ركام، وعندنا هنا في كل ركام فيه حرف نكتة، أو يعني في البنيو هذه في المسنن هذا، وعندنا نكتة هنا في المسنن هذا، يعني اثنين يجوا مقابلين بعضهم بالضبط. هذا بالنسبة لجهة الركام من فوق يكونوا مقابلين بالضبط، ما فيهمش اختلاف منه ولا منه، الركام اليمين والركام اليسار. طبعا هذا يعني الكثير راكبه او الشان راكبه او السبته، بعد يعني في قبل ما يركب الانسان الشان او قبل ما ينحيها يعمل المزبون هذا، يعمل المزبون هذا باش نجم ياخذ احتياطه، باش من الاول من الافضل يعمل الكلاج هذا المزبون تاعه والتعديل هذا قبل ما يفك الشان او الكتينه. طبعا هذا من جهه الركام من فوق، من اللوطة عندنا شلط هذا من الركام من فوق، شفتوهم عندنا نكتة من هنا ونكتة من هنا، هذا عندنا نكتة من هنا ونكتة من هنا اللي هما اثنين، هذوم اللي هما في المسنن هذي، هذا شلط من هنا شلط من هنا يكونوا مقابلين بعضهم. نجو من تحت، من تحت عندنا كيف كيف، عندنا شلطة في المسنن هذي في البنيو، وعندنا شلطة في اللوطة في الكاش بتاع اللي موجود لوطه هذي، عندنا شلطتين، يعني شلطه في البنيو وشلطه لوطه، يعني حرف منه حرف منه كما موجود هنا في هذي في السن هذي فيها حرف وفي لوطه مكان حرف، يعني هذا بالنسبه لفوق سهله وما فيهاش حتى اشكاليه. طبعا هذا كلهم زوز طندرات فيكس، وهذايا اربع كام صغير، وطبعا نجي هنا في نص بومبا وهي مضخه الماء، وعندنا الطندر هذا اللي بالجنب اللي باش يسيري على الشان اللي هو باش يربط الشان، يعني يربط الكاتينه، فيه يعني تعديل صغير اللي هو يرجع للحرف هذايا بالضبط، يرجع للحرف هذايا بالضبط. انا شفتوا هذا السهم، ندور ندور اللي نجيبه هنا ونجيبه هنا ويربط عليه، مفيش حتى اشكاليه، سهله مش صعيبه. نشوفوا هنا كيف كيف الصوره هذيا، وهذا المحرك هذايا 16 فلفلي، يعني فيه زربة كمان، وفيه طندرات، وفيه مضخة الماء اللي يجي بالنص، يعني كله هذايا الطندرات، وهذه الركام الصغير، وهذه الكرانك او الكل، يعني الحرف موجود سهل مش صعيب، ما في شيء يعني انطبق على جميع انواع السيارات اللي هم 16 فالفلي، وفيهم ديز الركام من فوق والركام اللوطة. بالنسبه للسيارات الاوبل والدايو والشيفرلي هذا ما هذي اللي هو الكلاج بتاع الشان، يعني سهل ما فيش حد شيء، اللي هو تعديل الحزام او تعديل الكاتينه. إن شاء الله تنفعكم حركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.